أنا طالبة هنادي حسان عريف من منطقة مكة المكرمة من ثانوية أم سلمة للموهوبات. مشروعي يتحدث بشكل عام عن تطوير حمض ألفا لأبويك عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد بجعله على شكل أقراص قابلة للمضغ لمساعدة كبار السن. طيب بداية الفكرة جاءت من برنامج موهبة البحث الإثرائي الصيفي، وجدت المجال حق طباعة ثلاثية الأبعاد وكان اقترحوا علي أني أصمم أقراص قابلة للمضغ، فاخترت انه تكون الفئة المستهدفة هي كبار السن، واخترت هذا الدواء تحديدا نظرا لانه عندي تجارب سابقة معه. اي طبعا اكيد اهلي كانوا اول داعم لي. كيف يعني موهبة حقيقة، يعني لو ابغى اتكلم عنهم ما حكتبوه بالكلمات. لولا الله ثم موهبة وجودهم عندنا هنا في السعودية ما كان احنا وصلنا لهذه الاماكن، ما كان تعلمنا اي شيء عن البحث العلمي، ما كان اتوسعت افاقنا، وفي هذه الاعمار الصغيرة وصلنا لهذا المستوى.